بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية نستأنف مع سيتاسيون سلامة ومع الأمثال الفرنسية ومع المثال التالي: L'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue. المال لا يفعل السعادة mais ولكن il y contribue ولكن هو يساهم فيها. L'argent ne fait pas le bonheur. المال لا يفعل السعادة، المقصود أنه لا يصنع السعادة. ولكن إلي كونتريبي ولكن يساهم فيها، يساهم في السعادة. إذن هاد فيها هي هاد إيغريك اللي عندنا هنا. الأصل شنو هو؟ الأصل هو مي إل كونتريبي أو بونور، ولكن هو يساهم في السعادة. إذن باش ما نعودوش هاد كلمات بونور قلنا ولكن يساهم فيها. طبعا الحال فيرب كونتريبيي تتعني ساهمة، وبالأساس تتعني ساهمة بالمال. هذا لو فيرب كونتريبيي. إذا لارجون نو في با لو بونور مي إلي كونتريبي. في المثل الموالي: اون نابخون با او فيو سانج افار دي غريماس. اون نابخون با او فيو سانج يعني أننا لا نعلم، عدنا لو فيرب أبخوندر يعني علم أو تعلم. أون نابخون با أو فيو سانج يعني أننا لا نعلم القرود المسنة. فيو يعني مسن. طبعا الحال تجي في المذكر وفي الجمع بنفس هاد الأحرف، يعني أنها تتنتهي بإكس في الأخر ديالها. إذن أون نابخون با أو فيو سانج يعني أننا لا نعلم القرود المسنة. طبعا الحال في المؤنث نقول فيي، في المؤنث نقول فيي يعني مسنة بالنسبة للمؤنث. إذن هنا عندنا قرود كلمة مذكرة نقول فيه. On n'apprend pas au vieux singe à faire des grimaces يعني أننا لا نعلم القرود المسنة à faire لتفعل. لتفعل ماذا؟ des grimaces. Une grimace المقصود بها تكشيرة. اون غريماس المقصود بها تكشيرة على الوجه، مثلا ان الانسان تعوج الوجه ديالو او تعبيسة او انه يعبس الوجه ديالو. اذا بطبيعة الحال كما تنعرفوا بان القرود تتبقى دير واحد الحركات بالشفتين ديالها، وعموما تديرها بالملامح ديالها اللي على الوجه ديالها. اذا هذه تسمى غريماس. اذا اون نابخون با او فيو سانج ا فار دي غريماس يعني اننا لا نعلم القرود لتفعل هاد الحركات، ولكن هي من طبيعتها فعل هاد الحركات، خاصة وأننا نتكلم عن قرود مسنة، يعني أنها ضاربة في هاد العادة إن صح التعبير. إذن on n'apprend pas au vieux singe à faire des grimaces. طبيعة الحال حتى ولو كان المثال يضرب بالقرود، فهاد الأمثلة خاصة ونحن نتكلم عن سيتاسيون سلامة، يعني هي أمثال تمس المجتمعات، يعني أن هذه الأمثال تكون إسقاطاتها على المجتمعات. إذن تكون عندها واحد المعنى تمس واحد الجانب من المجتمعات، ربما أن هناك أشخاص من عاداتهم ومن طبعهم أمور سيئة لا يمكن أنك تنتزعها منهم. ربما أننا نشاهد أشخاص من طبعهم ومن عاداتهم بعض الأفعال التي لا يمكن أن تغيرها فيهم. إذن on n'apprend pas au vieux singe à faire des grimaces. في المثل الموالي: un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Un petit يعني صغير، شيء صغير بمعنى آخر، chez soi عند الإنسان، عندي عندك عند الآخر، chez soi vaut mieux يعني أنه يساوي أحسن. طبعا الحال تكلمنا فيما سبق على لو فيغ فالوار، من ضمن المعاني ديالو كما قلنا يساوي. إذن عندنا هنا ان بيتي شي سوا يعني صغير، شيء صغير عند الانسان، فو ميو يعني انه يساوي احسن، المقصود بانه احسن. كان غران احسن من شيء، هنا عندنا احسن من كبير. فو ميو كان غران يعني انه يساوي احسن من كبير، أو أنه هو أحسن من كبير، المقصود أنه أحسن من شيء كبير. شي لي زوطخ عند الآخرين. فإذا كان الآخر يمتلك سيارات فارهة ربما،
يمتلك أشياء أخرى كبيرة وأنا عندي أشياء صغيرة، فبالنسبة لي أنا كشخص صاحب هذه الأشياء الصغيرة، فهذه الأشياء الصغيرة بالنسبة لي هي أحسن لي بكثير، وممكن أنني أعتمد عليه بكثير من أشياء أخرى تعود للآخرين حتى ولو كانت لأقارب. إذن على الإنسان أن يعتمد على الأشياء التي يمتلكها حتى ولو كانت صغيرة جدا، من أن يعتمد على أشياء كبيرة عند الآخرين، فربما يخونه الظن. فحتى لا يخونك اعتقادك في الآخرين، فربما تأتي لحظة حرجة تكون في حاجة لهذا الشيء، فلن تجد ربما إلا ما لديك من الأشياء الصغيرة، ولم تجد هذه الأشياء الكبيرة التي تعود للآخرين. إذن un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. في المثل الموالي les paroles s'envolent les écrits restent. Les paroles s'envolent. الكلام يطير. Les écrits, الكتابات restent. تبقى. Les écrits restent. الكتابات تبقى. إذن طبعا الحال الإنسان عندما يملك أفكارا طبعا الحال يوزعها على الأشخاص شفهيا، فأكيد أن هذا الكلام سيطير وفي وقت ما أنه سينسى. إذن من الأحسن أن الإنسان إذا كانت له أفكار فعليه أن يدونها حتى تبقى لأجيال ربما يفهمونها أحسن. إذن les paroles s'envolent les écrits restent. في المثل الموالي la vengeance est un plat qui se mange froid. La vengeance est un plat qui se mange froid. La vengeance يعني الانتقام. est un plat يعني هو واحد الطابق، طابق أكل. qui se mange froid الذي يؤكل باردا. ما معنى هذا؟ معنى هذا إذا تعرضت لعدوان فعليك أن تجلس وتفكر ماليا في الطرق التي سترد بها، ومن الأحسن بأن لا ترد في اللحظة. إذن la vengeance est un plat qui se mange froid. إذن الانتقام هو طابق يؤكل، الذي يؤكل كما عندنا هنا froid يعني باردا. المقصود أن الإنسان عندما يتعرض لعدوان عليه أن يجلس أرضا ثم يفكر في الرد، وسيرد في لحظة ربما العدو يكون غافلا عن أمره، في لحظات يكون العدو قد ناسي كل شيء. لا فونجونس إت أن بلا كي سو مانج فخوا. هذا مثل فرنسي يقول هكذا، ربما نتفق معه وربما نختلف معه. إذا لا فونجونس إت أن بلا كي سو مانج فخوا. في المثل الموالي كون لا بوفرتي أنتر بار لا بورت لامو سون فا بار لا فونيتر. كون لا بوفرتي أنتر بار لا بورت، عندما الفقر يدخل من الباب L'amour s'en va par la fenêtre. Al-hubbu yakhruju mina an-nafida. Quand la pauvreté entre par la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. عندما يدخل الفقر من الباب، الحب يذهب من النافذة. طبعا الحال أكيد أن الفقر عنده تأثير كبير على العلاقات. الجهة التي يدخل الفقر تقع فيها مشاكل. أسر طبعا الحال تتخلى عن أفرادها بسبب الفقر. أسر تتفرق بسبب الفقر. هناك صراعات عائلية تقع بسبب الفقر. إذن فالفقر هو واحد من الأسباب الكبرى للكثير من المشاكل. لذلك محاربة الفقر يبقى هدف أسمى بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع ككل. الفقر بطبيعة الحال يحارب بالتخطيط وبترشيد النفقات والمواريد إلى آخره. إذن فمحاربة الفقر هدف أسمى حتى لا تقع هد المشاكل. إذن عموما quand la pauvreté entre par la porte l'amour s'en va par la fenêtre. في مثلنا الموالي plus le corps grandit moins les paroles sont utiles. plus le corps grandit يعني أكثر القلب يكبر، طبعا الحال عندنا الverbe grandir يعني كبر، moins les paroles sont utiles يعني أقل الكلمات هي، طبعا حد نتكلم على مجموعة كلمات أو مجموعة كلام إن صح التعبير، سون إيتيل يعني أنها تكون نافعة. بقدر ما يكون القلب كبير بقدر ما تقل أهمية الكلمات، هذا هو المقصود هنا. فالكلمات لا يبقى لها نفع. ما معنى هذا؟ معنى هذا
أن الإنسان عندما يكبر قلبه فهذا يظهر في معاملاته، فلا يحتاج إنسان ليقول الكثير حتى نعرف عنه. بمجرد أن الإنسان يكبر قلبه، إذا طبعا الحال هذا يظهر على معاملاته وعلى سماته، وكأن هذا المثل يقول لنا لا تقل الكثير، لا تتكلم كثيرا لتقدم نفسك، بل يكفيك أن يكون لك قلب كبير. Plus le cœur grandit, moins les paroles sont utiles. هذا المثل طبعا الحال يعكس هذا المثل الموالي. Le visage est le miroir du cœur. Le visage est le miroir du cœur. الوجه هو مرآة القلب. إذن كما نقول بأن وجه الإنسان هو مرآة قلبه، إذن فإذا كان الإنسان له قلب كبير كما رأينا في المثال السابق، إذن فهذا يظهر على وجهه، هذا هو المقصود بدون أن يكثر الكلام. إذن le visage est le miroir du cœur. في المثال الموالي on voit la paille dans l'œil de son voisin mais pas la poutre dans le sien. On voit يعني أن ترى أو أنهم يرون، أنهم يرون on voit طبعا الحال كما قلنا فيما سبق بأن هاد أن أنها تعني عموم الناس، يعني أن لا تعني شخصا محددا كما هو حال ضمائر معروفة. عندما أقول جو يعني أنني أقصد نفسي أنا، عندما أقول تي يعني أنت بذاتك دون غيرك، يعني أنت بذاتك دون غيرك. عندما أقول إيل أو آل فأنا أقصده هو أو هي بنفسها دون غيرها. هنا عندنا أن نتكلم عن عموم الناس، إذن أن فوا لا باي كما لو نقول بأن الناس ترى أن فوا لا باي دون لوي دو سون فوازان، يعني أن الناس ترى القشة. أن فوا لا باي دون لوي دو سون فوازان، يعني أن الناس ترى القشة في عين جارها، يعني أن الناس ترى القشة في عين جارها. أن فوا لا باي في الصورة كما نرى بوتي لابانوا dans la paille. أرنب صغير أسود dans la paille يعني في التبن، كل قشة من التبن تسمى أيضا la paille. إذن طبعا الحال الناس ترى هذه القشة الصغيرة في عين جارها. بالمناسبة هذه الأنابيب الصغيرة التي تستعمل في شرب بعض المشروبات إذن تسمى دي paille، كما عندنا هنا دي paille en plastique، إذن تسمى دي paille en plastique، وخاصة أننا نتكلم عن دي باي كودي. كودي أنها على شكل مرفق كما نرى هنا عندنا لوكود، يعني هذا يسمى لوكود. إذن هذه الأنابيب الصغيرة هي على هذا الشكل، إذن نتكلم عن دي باي كودي. إذن أون فوا لا باي دون لوي دو سون فوازان، يعني أننا نرى القشة من هذا التبن الصغير الرقيقة نراها في عين الجار. مي با لا بوتر، مي با لا بوتر دون لو سيان، ولكن هو لا يرى لا بوتر، هذه تسمى لا بوتر. إذا هذه القطعة الكبيرة تسمى بوتر، إذا هي قطعة من الخشب تسمى بوتر بوا. في الصورة الموالية عندنا بوتر بيتون، بوتر بيتون. إذا هذه القطعة المستطيلة من الإسمنت، إذا نسميها بوتر بيتون. إذا كما قلنا أو فوا لا باي دون لوي دو سون فوازان مي با لا بوتر دون لو سيان، الناس تتشوف قطع التبن، أن الناس ترى قطع التبن الصغيرة في عين الجار، لكنها لا ترى القطع الكبيرة مثل التي رأينا من الخشب أو من الإسمنت، يعني أنها لا ترى هذه القطع الكبيرة في عينها. إذن عندنا هنا مي با لا بوتر دون لو سيان، مي با لا بوتر دون لو سيان، دون لو سيان في التي لها، المقصود في العين التي تعود لها، المقصود في عينها. إذن أون فوا لا باي dans l'œil de son voisin mais pas la poutre dans le sien. في المثل الموالي la liberté des uns s'arrête au commencement des autres. La liberté des uns يعني حرية البعض، حرية بعض الأشخاص. La liberté des uns s'arrête au commencement، s'arrête أنها تتوقف، عندنا لو فيرب s'arrêter يعني توقف، ماشي arrête يعني أوقف أنك توقف شخصا آخر، بل أنها توقف نفسها. إذا عندنا لو فيرب برونومينال، إذا لا ليبرتي دي زان ساغيت أو كومونسي لي زوطخ، يعني أنها تتوقف حيث
صارت او يعني انها تتوقف اين المقصود في المكان هذه او ذي المكان بمعنى اخر انها تتوقف حيث لا ليبرتي ديزا صارت او كومونس لي زوتر حريه البعض تتوقف حيث كومونس كومونس هذا الفان كومونسي يعني بدا حيث تبدا سيل لي زوتر التي للاخرين شنو هي التي للاخرين يعني الحريه لا ليبرتي ديزا حريه البعض سيل لي زوتر حريه الاخرين لا ليبرتي ديزا صارت او كومونس سيل لي زوتر حريه البعض تتوقف حيث تبدا سيل لي زوتر حيث تبدا التي للاخرين حيث تبدا حريه الاخرين لا ليبرتي ديزا صارت او كومونس سيل لي زوتر نكتفي بهذا القدر حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.